حظيت المملكة العربية السعودية بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عقود لتمثيل الدول الآسيوية بما فيها الدول العربية. وبالإضافة للسعودية انضمت للمجلس أيضا 4 دول هي تشاد وتشيلي وليتوانيا ونيجيريا. أفاد مراسل العربية بأن السعودية كانت بحاجة إلى 128 صوتا للفوز بهذه العضوية، إلا أنها حصلت على 176، أي بزيادة 48 صوت. السعودية ولأول مرة في تاريخها تصبح عضوا غير دائم في مجلس الأمن ابتداء من الأول من شهر يناير القادم. هذا ما أسفرت عنه انتخابات الجمعية العامة لاختيار 5 دول تمثل مناطق إقليمية جغرافية ولشغل 5 مقاعد لعامين كاملين في مجلس الأمن. بحصولهم على أغلبية الثلثين وأعداد كبيرة من الأصوات، أصبحت تشاد ونيجيريا وتشيلي ولتوانيا والسعودية أعضاء في مجلس الأمن ابتداء من الأول من يناير القادم. السعودية فازت بمقعدها في مجلس الأمن بعد حصولها على 176 صوتا ممثلة لمجموعة الدول الآسيوية. هذا يوم تاريخي في تاريخ الأمم المتحدة، لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن، وهذا اليوم يمثل تعبيرا عن التقدير الكبير الذي تحظى به المملكة في المجتمع الدولي وانعكاس للسياسات المتوازنة والحكيمة التي انتهجتها المملكة عبر العقود الماضية. التهنئة للسعودية جاءت من كل صوب وجهة، حتى تلك التي فوجئ المندوب السعودي بها. أقدر له مبادرته بالتهنئة، وأتمنى إن شاء الله أن نتمكن من العمل بصورة إيجابية في المستقبل، وأتمنى على كل حال للإخوة في سوريا أن يعوا حقائق الموقف في بلادهم، وأن يعلموا أن ما يعبر عنه الشعب السوري من تطلعات هو أمر ينبغي الالتفات إليه والاستجابة إليه، وأن يكون هذا هو محور عملنا في الفترة القادمة. وبالفعل فإن عمل المملكة داخل المجلس في الفترة القادمة هو مصب التطلعات. السعودية والدول الأربع المنتخبة فازت جميعها دون أي منافسة من قبل أي دولة أخرى، مما جنب الدول الأعضاء أي انقسامات إقليمية تذكر على تأييد هذا المرشح أو ذاك. فانعدام المنافسة هو أمر نادر شهدته الجمعية العامة 5 مرات فقط خلال 68 عاما، ويعتبره الجميع دلالة على قوة التأييد للدولة المرشحة وعلى حجم الثقة فيها وفي سياستها من قبل الدول الأعضاء.